لكم اليوم رجعنا لكم مقطع جديد، واليوم بمناسبة عيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جبنا حلويات وبقلاوات راح نوزع الجيران، وهسه راح يصير فطر ونرجع لكم مثل ما وعدناكم حبايبنا. هذا كله انا رتبته لان حسون صغير ما يعرف يرتب، وهسه ما راجع وارجع لكم. متابعين فجر ذاتي بنفادي كذي يا سادة معصوم من 250 ألف لايك، 50 لايك و 200 اشتراك، 200 ألف اشتراك و 50 لايك. متابعين اتذكرون في الوقت وصلنا فترة عايزكم توصلوا 55 لايك. متابعينا نكتب الباقة ونرجع لكم. مثل ما وعدناكم حبايبنا حان هسه وقت التوزيع. يلا اول بيت راح نوديه هو بيت جدو ذاكر. البيت جدو ابو لابويا. هسه انا قلت انت حسون ودي بس من عمر. اي هما جيراننا بتوعهم. ماما وديت البيت ام عمر. حسوني تعال. ماما وديت البيت ام عمر. حسن لو وديت البيت امي. ماما وديت البيت لشون. ماما وديت البيت ام عمر. وديت البيت ام عمور. انا وديت البيت ام عمور. انا وديت البيت اسمه. وهسه انا راح اودي البيت حموده. انا بخلي ماما. انا وديت البيت حمود الغدوسي، هسه راح اودي البيت ابو عروب. هسه وديت البيت ابو عروب. هسه راح اودي البيت ام عبيده. وديت البنت ام عبيده راح اودي بيت البنت ام حفصه. بيت ام حفصه. انا وديت البيت ابو مصطفى عم عوف ابو مصطفى. هسه راح اودي البيت حمودي وموجودي. البيت عم فؤاد والبيت عم سليم. هذا راح اودي البيت ابو محمد، وهذا راح اودي البيت ابو محمد، هذا راح اودي البيت ابو عبد الله، هذا راح اودي بيت ابو محمد. لا تنسون اللايك وتفعلوا جرس التنبيهات، ولا تحبون الرسول حطوا لايك واشتركوا.